القضيه ما حبست شهنا ابري ريكلاميت على الكلاسمون تاع الطفل هذايا. الاتحاديه الجزائريه للريش الطائره قررت انها توقف رئيس ومدربين اللي هو انا متحدث علاوي بالقاسم ومدرب الفئات الشبانيه اللي هو السيد رابح بوالملح. قرار تعسفي احاله على المجلس التاديبي بتهم باطله اللي هي اغريسيون فيربال مونك دو بروغرام اي دو بلانيفيكاسيون كونسيرن لا كاتيجوري ايكيب ناسيونال او 15 غارسون. اوروزمون كنت تعمل معهم بلي زيميل عندي كاع لا تراسابيليتي كاع لي رابور دي ميسيون كاع لي رابور دو ستاج كاع لي بلانيفيكاسيون كاع لي ليست على زاتليت كونفوكي. انا كنت على بالي يعني بالعواقب تاعها. التهم اللي داروهم هي تهم باطله. والادهى في الامر انه الارساليه ما كانتش موجهه ليا، الارساليه موجهه للوزاره، وزاره الشباب والرياضه. عندك مشكل معايا انت كمدير ولا كاداري ولا كمسؤول؟ راني تحت الوصايه تاع الاتحاديه، مدرب وطني، تقدر تستدعيني تشوفي لي بوان معايا. حاجه واحده اخرى، غوفو دو بروندغ با او فورماسيون سو ليجي دو لا بي سي ا سادير لا كونفيدراسيون افريكان. انا مرفضش، انا دفعت ما كونديداتور كيما انا كيما الناس، جي تي ايكارتي بور دي ريزون اكسترا سبورتيف اللي هو لو دوسي تاع لاتليت هذايا. ابري حطوا اسمي في دوره للمبتدئين. انسان يحترم نفسه، خريج جامعه رياضيه باك زائد 5، 14 سنه في الميدان، 23 سنه في التخصص. ما هضرت ولا كلمه، انسحبت. قررت اني ما نديرش دوره للمبتدئين، ما تحطش اسمي كيما تحب انت. جي انفاي بتي ميل ري ريسبكتيو فو بوفي اكسيدي باش تشوفوا ولا باش المشاهد يشوف، و جي ريفوزي باش نكون في الدوره التدريبيه. وانا نتسائل هنا كيفاش ان كلوب كي اكسيدي اون ديفيزيون سوبيريور في 2019 اي دوبوي 3 زون افيك لو مينيموم دو مويان اي لي فيس شامبيون 3 فوا دو سويت، كومون سا سباس كو لي زونترينور تاع لي زاتليت تاع لي تاع لي تاع الكلوب هذا ولا تاع لي زاتليت هذو ما يكونوش في دي فورماسيون كيما هذو. اون ايتي لو سول كلوب كي ايتي ابسون. كاين تصفيه حسابات.